لا لا بيفتح لك بوابات كتير كمان طبعا الحمد طبعا. لله. يعني اتكلم معاك عن مشوار الاهلي السنه دي واحنا خارجين من سيزون على قد ما كان يعني مفرح متعب للاهلاويه، لكن متعب كان متعب جدا جدا وكان طويل جدا على الفرقه. طبعا متوقع ان السيزون اللي فات ده يكون ليه تاثير على السيزون ده، وسلبي ولا ايجابي من وجهه نظرك؟ لا انا شايف ان الموضوع رايح في حته ايجابيه كويس. في يعني في كمان كان عندنا مشاكل في الحته اللي فوق بالذات طبعا، محمد شريف طبعا واحمد ياسر صلاح وصلاح يعني هيحسنوا وطاهر قصه شويه بان وطاهر طبعا الحته اللي فوق دي، وهيقللوا الضغط شويه على مروان برده لان لازم ندعم مروان شويه او ندعمه كتير كمان، لان الراجل كان هو الوحيد اللي في الحته دي. فهي دي قصه ان انت بتبقى موجود وبتبقى زي ما انا قلت قبل كده ان المفروض يبقى في رقم واحد رقم اتنين رقم تلاته، مش موفق رقم واحد خصوصا في الحته اللي فوق دي بيبعد شويه عشان يجي رقم اتنين يشتغل عشان رقم تلاته يشتغل. فطبعا عدم وجود رقم اتنين ورقم تلاته فكان مروان هو اللي على طول موجود، فان شاء الله يساعدوه كويس. مبشرين كلهم ما شاء الله عليهم بصراحه يعني. الاهلي من وجهه نظرك دعم صفوفه بشكل كويس؟ طبعا صفقات كانت كافيه؟ طبعا بنون في الحته اللي تحت هيبدأك الكوره سهله. ايمن اشرف لازم نديله حقه بصراحه الفتره اللي فاتت هايل. فالحته اللي تحت دي يمكن كان عندك شويه مش عايز اقصى على حد يعني، ولكن كان عندنا مشكله في الخروج من تحت خصوصا في مثلا في ماتش زي الزمالك لكن ماتش الفاينل اظن ان بنون هيحلها، عنده ثقه بيبدا من تحت مع عنده شخصيه الاهلي زي ما حضرتك قلت ان هو حتى قال لك انا كل البطولات هخش المفروض اخدها، فهو دي شخصيا جاي من نادي كبير اخد افريقيا قبل كده، فالموضوع بالنسبه له برضو طموح عالي عنده يعني فريحنا في الحته دي. والولاد التانيين ريحونا في الحته اللي فوق شويه، انا الحته بتاعت الطرف اليمين بتاعت حسين شويه كنا محتاجين حد برضو في ظهره هي دي القصه. محتاجين حد مع هاني، محتاج حد. لا انا شايف بيكهام برضو ممكن يؤدي الحته دي كويس، لكن في الحته اللي فوق الحته اللي فوق اللي عند حسين يعني يعني كنا محتاجين حاجه شبه زيزو كده لعيب بامكانيات بيتطور عنده سرعات، عندك مشكله في الحته اللي فوق خصوصا الحته دلوقتي ناحيه اليمين، لكن اظن الباقي كله تمام يعني. وورا الباك اليمين شايف انه محمد هاني لعيب هايل طبعا طبعا لا 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 ده حاجه محترمه وحاجه مبشره وده اللي جاي لمنتخب مصر اللي جاي يعني ده هو مازال. ولما هاني بيغيب بيبقى عندنا مشكلة طبعا. وعلى فكره كبيرة. لو تفتكر من فتره كده كنا دايما بنتكلم انه مركز مثلا راس الحربه في المنتخب، انا بتكلم مصر مش بتكلم اهلي بس، مروان كان مروان لو مروان مش فت قوي او مش فورم قوي كان دايما ما بقاش فيه طبعا. عندنا اختيارات كبيره يعني، نفس الحكايه بتهالي في الباك اليمين يعني، مع انه المكان ده طول عمره في مصر جاب اسماء يعني عالميه لكن تحس انه النهارده لا في ندره في المركز ده. لا بس انا شايف والله ان محمد هاني ما شاء الله يعني عامل كام سيزون محترمين كتوتال يعني كده خصوصا سنه صغير انت بتتكلم.